تفاصيل الوضع الوبائي في البلدية. نعم زميلي أحمد، أرحب بك وبكافة السادة المشاهدين. أجرينا منذ قليل لقاء مع السيد رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا مدير أمن توكرة العميد رفع البرغثي، والذي أفادنا بأن الوضع الوبائي داخل بلدية توكرة هو وضع جيد جدا، لم يتم تسجيل أي حالات إصابة أو حتى حالات اشتباه داخل نطاق البلدية إلى هذه اللحظة بفضل الله تعالى. يأتي الحديث فقط على نقل وعزل المواطنون الذين عادوا في الفترة الأخيرة من مناطق الجنوب الليبي ونقلهم إلى مراكز الحجر الصحي بمعهد تدريب الشرطة برأس المنقار بمدينة بنغازي، واتخاذ كافة الإجراءات الصحية والطبية حيالهم. وأيضا أفادنا بأنه تم خلال الأيام الماضية القبض على عدد من العمالة الوافدة التي دخلت إلى الأراضي الليبية بطرق غير نظامية وغير قانونية، ونقلهم إلى مستشفى 1200 لإجراء لأخذ العينات الأنفية منهم، ومن ثم نقلهم إلى مراكز إيواء الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء الهجرة غير الشرعية بالساحل الأخضر بمنطقة طلميثة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم. كما طالب السيد رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا ببلدية توكرة اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا واللجنة الطبية الاستشارية بدعم اللجنة الطبية الفرعية الاستشارية التي تعمل داخل بلدية توكرة بالإمكانيات اللازمة وسيارات الإسعاف والمواد التشغيلية وأيضا المواد الطبية لتمكينهم من القيام بأعمالهم المنضبطة بهم على الوجه الأكمل. يأتي هذا كله بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حيال هذه الجائحة التي اجتاحت معظم دول العالم، والتي بمقتضاها سيتم منع التنقل بين المدن إلا للضرورة القصوى. نعم خليل البرغثي مراسلنا من بلدية توكرة، كنت معي عبر الهواء مباشرة من هناك، أشكرك على كل هذه التفاصيل.